تتعرض ثورته السلمية للقمع من قبل النظام. الجالية السورية في الأردن وبالتعاون مع لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية معرضا فنيا بعنوان ثورة سوريا دماء نازفة، شمل مجموعة من الفعاليات المتنوعة بدأت بالعراض الشامية. العراضة بالعدد في سوريا تكون الأعراس لحفلات المناسبات الفرحة، فنحن ننتظر المناسبات الفرحة بسقوط النظام الفاسد بإذن الله. فقمنا بعمل الهتافات على نمط العراضة السورية، هتاف لإسقاط بشار، للحرية، الحرية المطالبين بها التي نطلبها. فلبسنا لباس العراضة من أجل يعني توصيل الفكرة عن طريق التراث السوري. وعبر شاشة كبيرة تم عرض مقاطع فيديو تظهر جرائم النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالكرامة والحرية، وعرض صور لضحايا النظام ومجسمات للسجون وطرق التعذيب المستخدمة ضد المعارضين. لو درست تاريخ السجون ما رأينا مثل سجون سورية، ولو قرأنا تاريخ التعذيب ما قرأنا مثل تاريخ تعذيب سورية للشعب السوري. والشعب السوري معذب ومضطهد وينكل به ليل نهار حتى يحاسب على الرؤية. نقول له اقتل ومزق وأزهق ما شئت من أرواح، فلن نتنازل عن هذا الحق وسنعود، ولن تستأثر أنت فقط بحقك في وطنك، نحن أيضا مواطنون شرفاء ولنا حق في هذا الوطن وفي هذه الأرض وسنعود إليه إن شاء الله. المعرض الذي يقام على مدار يومين قدم سيناريوهات متعددة لكيفية تعامل النظام مع ثورة الشعب السوري ضد مستبديه، حيث لم ترحم أدوات الاستبداد شابا أو شيخا أو طفلا أو امرأة. قريتي مسحت، قريتي عن وجه الأرض، ما أعرف لماذا. هي قرية صغيرة تبعد عن جسر الشغور 7 كيلومتر جنوب غربة، دخلت عليها الدبابات يوم الجمعة قبل الماضي، 14 دبابة فاتت عليها دمرتها تماما، اثنين من بيوت عمامي دمرت تماما. هذه الفعالية تعبر عن حجم كراهية الشعب للظلم الذي يحصل في سوريا، وعلى حجم ما ضاق به صدر الشعب هذا. ونقول لنظام يكفي ظلم، يكفي ظلم، يكفي ظلم. ومع كل يوم يزداد إصرار السوريين على الخروج من عصر الاستبداد نحو فضاءات الحرية الرحبة، وهم يؤكدون مواصلة طريقهم مهما بلغت التضحيات. معرض فني جسد ربيع ثورة سورية أبطالها من كافة المدن السورية من شرقها وغربها شمالها وجنوبها، أبطال وقفوا أمام الطغيان والاستبداد. زيد الخليفات، أورينت نيوز، من مجمع النقابات المهنية عمان. أصدرت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي روانكا بيانا حول وفاة